اهلا بحضراتكم من جديد. بالثلاثيه الاهلي يقدر او قدر يسعد جمهوره. دي كانت لقطات حصريه معانا هنا يعني من مطار كينشاسا وعوده بعثه النادي الاهلي. عايز اروح لموضوع مهم جدا مع حضراتكم، يعني انباء بقى خلال الفتره القادمه، وهي استكمال بطوله دوري الجمهوريه في الناشئين. كان راح جواب للنادي الاهلي من المناطق ومن اتحاد الكوره على امل ان شاء الله على اول ابريل هيكون في استكمال لبطولات الناشئين الجمهوريه مواليد 99 و2001 و2003 و2006، ولسه بطولات المناطق لسه يعني ما فيهاش اكيد مليون في الميه، لكن النادي الاهلي بدا يستعد من خلال الفتره السابقه علشان الفتره القادمه اول ابريل لو الدوري عاد. وانا يعني من هنا اتمنى عوده الدوري مره اخرى علشان عندنا منتخب 2003 وعندنا منتخب 2006 وتقدر الأجهزة الفنية تنتقي اللاعبين. فعلشان كده النادي الأهلي بدأ يستعد خلال الفترة الحالية لبطولات الجمهورية. نروح مع فريق 2001 ونشوف التقرير ده واستكمال التدريبات مرة أخرى تحسبا لعودة المباريات. الحمد لله احنا خدنا اول 3 ايام اجازه، اشتغلنا كويس بقالنا اسبوعين، اشتغلنا صبح بعد الظهر مجهزين ولادنا لاي موقف. الدوله هتلعب بكره ان شاء الله، احنا جاهزين باذن الله. اول حاجه احنا بنجهز فريق للدرجه الاولى، مش البطوله بس، احنا بنتكلم مع الاولاد ان احنا لازم نبقى جاهزين عشان الدرجه الاولى في اي وقت لما بيحتاجوا لعيبه لهم جاهزين. فالولاد الحمد لله مستوعبين الكلام ده كويس قوي وشغالين على نفسهم كويس قوي، والحمد لله احنا الفتره دي شغالين كويس قوي. كابتن نينو شرف ليا ان انا اكون شغال معاه، انسان كويس قوي، لعيب كبير طبعا، مدرب هيبقى مدرب كبير قوي جدا في المجال دوت، عنده ثقه في نفسه كبيره جدا. العلاقه بيننا وبين اللعيبه، اللعيبه دوت اخواتنا ولادنا، وانت عارف ان هم انا عارفهم بقالي مثلا بتاع 6-7 سنين، ان هم جيل بتاع احمد سيد، فانا على طول بشوفهم على طول بتكلم معاهم، ما كنتش جديد عليهم الفتره دي. فتره عصيبه احنا بنتمرن، عارف اللي بيتمرن بلا هدف غير لما انت الدوري بيبقى شغال والامور بتبقى واضحه بالنسبه لك، بتتمرن حاطط البرنامج بتاعك، عارف امتى ماتش امتى تمرين خفيف. لكن لما انت بتيجي كل يوم كده من غير دوري بيبقى الموضوع صعب شويه وبيبقى ملل حتى للاولاد، يعني بنحاول حتى نعمل لهم التمرينات اللي هم ما يملوش منها. ف يعني حاجه كويسه، بوادر ايجابيه اللي هم حطوا الجدول، بس الله اعلم بقى هيتلعب مش هيتلعب لسه مش عارفين، كلنا عارفين والكلام بيتقال في موجه جايه من الكورونا، فربنا يستر. الله اعلم احنا شغالين وزي ما انت شايف وماشيين كويس وبنادي البرنامج بتاعنا اللي احنا حاطينه، وعلى امل ان الدوري يرجع. انا كده كده كان فاضل لي 3 مباريات واحنا الحمد لله ماشيين اول، فان شاء الله سواء تلعب احنا مركزين، ما تلعبش ده بيبقى خلاص قرار دوله واحنا بنحترمه، فان شاء الله احنا جاهزين في اي وقت ونتمنى ان احنا نلعب الثلاث مباريات. يعني هي فتره كانت صعبه برده، بس كابتن سيد كان بيتكلم معانا كتير في الكلام ده. انت دلوقتي عندك اصابات كتير قوي في الفريق الاول، وعندنا ناس من عندنا في الفرقه بتطلع فريق اول، ربنا يكرمه طبعا احمد نبيل كوكا وسافر معاهم، فده طبعا يدينا هدف ويدينا حافز كل اللعيبه اللي في سنه وحتى في الفرقه بتاعته وزمايله، ان الفريق الاول ممكن يحتاجك في اي وقت. فهو ده كان هدفنا برضو، ان احنا بنتمرن عشان الفريق الاول لو طلب اي حد مننا نبقى جاهزين. احنا الحمد لله ما خدناش اجازات كبيره عشان ننهي زي ما بدينا، عشان لما نيجي نرجع ان شاء الله نستمر ونبقى اول ونكمل سلسله الانتصارات اللي احنا ماشيين فيها الحمد لله. وكابتن سيد يعني خد حته التوقف دي يعني استفدنا منها بشكل كبير، يعني لو شاف كل واحد كان ناقصه ايه وحاول يشتغل عليه، ولو كان حد مصاب يتاهل ساعه يعني خد راحته، عشان كان الفتره اللي فاتت ضغط ماتشات فما كانش بتقل الواحد ما بيلحقش يتاهل والكلام ده. فالحمد لله يعني خدنا كل حاجه منها ايجابياتها الحمد لله.